الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. قال مجلس محافظة بغداد إنه يعمل وفق ما يملكه من صلاحيات لأجل متابعة قضية ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق مع اقتراب شهر رمضان المبارك. وقالت عضو المجلس علا التميمي إن لجانا تابعة للمجلس تحاول تتبع أسعار المواد الغذائية في الأسواق في بغداد مع قرب حلول شهر رمضان، لمنع التجار الذين وصفتهم بالجشعين من التلاعب بالأسعار، ودعت باقي المؤسسات للتعاون من أجل تشديد الرقابة على هذا الملف الذي يمس قوت المواطن بشكل مباشر. أكد خبراء اقتصاديون أن أكثر من 25% من الشعب العراقي، وبما يعادل نحو 10 ملايين مواطن، يعيشون تحت خط الفقر رغم الإيرادات الكبيرة التي تدخل لخزينة الدولة. وأوضحوا أن العراق منذ سنة 2003 يعاني من تفاقم الطبقية، بحيث أصبحت فئة قليلة من الشعب تعيش رفاهية عالية جدا على حساب طبقة كبيرة تعيش تحت خط الفقر. وأشاروا إلى أن تفاقم الطبقية يعود إلى فساد النظام المالي، والذي تسبب بسرقة مقدرات وثروات البلاد لصالح أحزاب وميليشيات وجهات متنفذة، فضلا عن الفساد الإداري وغياب التخطيط. أكد مختصون بسوق العملات أن أزمة الدولار الأمريكي في العراق تقف خلفها مافيات فساد بحماية سياسية من بعض الأشخاص والجهات المتنفذة التي تحاول عرقلة أي إصلاح اقتصادي. وقال الخبراء إن مافيات الفساد المحمية سياسيا كانت المستفيدة الأول من أزمة الدولار، وهي عملت على تفاقم هذه الأزمة من أجل مصالحها ومكاسبها، مضيفين أن تلك المافيات لها حماية سياسية من قبل بعض الجهات والأشخاص المتنفذين، وأن هذه الأطراف تعمل سياسيا على خلق المشكلات لإفشال أي جهود حكومية تريد الإصلاح على حد قولها. كشفت مصادر مطلعة عن أرقام موظفي ومتقاضي الرواتب في كردستان العراق الذين ستتم إضافتهم إلى أعداد الموظفين في بغداد. وقالت المصادر إن عدد موظفي كردستان العراق على الملاك يبلغ 658 ألف موظف، وأن توطين الرواتب لا يشمل الموظفين على الملاك وإنما المتقاعدين ورواتب الحماية الاجتماعية، حيث يصل مجموع عدد المستحقين إلى 1,250,000 شخص. هذا ويبلغ عدد موظفي العراق على الملاك الدائم أكثر من 4 ملايين موظف، ما يعني أن نسبة موظفي كردستان العراق إلى إجمالي موظفي العراق تبلغ 16%. حذر البنك المركزي العراقي المواطنين من وجود حالات احتيال مالي من قبل بعض شركات الصيرفة. وقال البنك إن عددا من شركات الصيرفة غير المجازة تدعي تنظيم معاملات المواطنين لغرض شراء سيارات لهم، مشيرة إلى ضرورة التحقق والتأكد من عمل تلك الشركات، ودعت إلى الإبلاغ في حال تم رصد مثل هذه الحالات. والآن إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار المعادن.
ختام الموجز إلى اللقاء.